وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون كان معاوية رضي الله عنه يلعب مع الصبيان فمرت أمه هند عليه وهو يلعب مع الصبيان وكان يقودهم أنت افعل كذا أنت تعال من هنا أنت كذا أنت كذا ويطيعون أمره وهو صبي مثلهم فمرت هند على ولدها وهو يلعب ومر رجل من قريش فلما رآه ورأى أنه يقود من في سنه قال إذا كبر هذا سيسود قومه إذا كبر هذا سيسود قومه فالتفتت إليه هند وقالت وأته إن لم يسد إلا قومه وأته يعني أدفنه حيا إن لم يسد إلا قومه أنا أهيئ هذا الغلام ليسود غير قومه وقد كان وقد حكم خليفة على المسلمين المشرق والمغرب فدانت له ليست قريش فقط وإنما الحجاز والشام ومصر وأفريقيا وكثير من آسيا دانت له رضي الله عنه وأرضاه قالت وأته إن لم يسد إلا قومه وكان معاوية كثيرا ما يقول أنا ابن هند ويفتخر بأمه وما جعلت فيه من تلك الهمة العالية إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين.